أعلنت وزارة التربية عن تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلبة فقط في جميع مدارس التعليم العام والخاص والنوعي والتعليم الديني، على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء. يأتي هذا القرار نظراً للكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد غداً، والمتوقع أن يبدأ في الساعة 1:21 ظهراً، وحرصاً من الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة، وبناءً على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل بدء الكسوف بساعتين لحماية العين.